بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للسيد رئيس جامعة الناس اللي لخص فيها المشاكل التي اعتبرها والإكراهات فيما يخص تنظيم الموارد الفنية لجامعات كرة القدم. كما تعلمون فقد أعطت كل من الجامعات المحلية مكانا متميزا في التدريب الترابي الدولي الذي يقوم على نظام الضمان الأمنية تحتية استراتيجية. وإن هذا المنطق بات الجماعات المحلية تشكل رابعة أساسية للتنمية وفاعلا أساسيا في تدبير وتوجيه السياسات العمومية المحلية وفي تشجيع استثمارات جهوية وتنظيم مختلف مشاريع التنمية المحلية وحماية التنوع الثقافي والبيئي. ولتحقيق هذه الأهداف تتوفر الجامعات المحلية على مجموعة من الموارد المالية لعل أهمها الرسوم الضريبية الجامعية التي خصها بها المشرع وهي التي تنصص عليها في القانون 47/06 متعلق بجمعيات الجامعات المحلية. منها ما تخص بتحصيلها بنفسها ومنها الرسوم التي تحصلها عن طريق الدولة عبر المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة جملة. وإذا كانت الجماعات المحلية في هذا المجال الأنجح لتحقيق النية على جميع المستويات فإنه لن يتأتى لها ذلك إلا إذا تمكنت من تحصيل مواردها الجبائية. فإذا كان الأصل في الضرائب والرسوم أنها محمولة على الأداء في وقتها من طرف المنتمين بها فإن الواقع شيء حجم الصعوبات والإكراهات التي تعود على عملية تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء في مرحلة التحصيل الرضائي أو التحصيل الجبري وهو ما يفسر ارتفاع الممالك غير المستخلصة الأمر الذي يؤدي مسلما إلى تدبير المرافق العمومية المحلية وتنمية النشوطة على صعيد الجماعات. وفي هذا السياق يشكل هذا اليوم الدراسي فرصة سريعة لمناقشة الإشكالات والإكراهات التي تعيق عملية تحسين الموارد الجبائية وطرح المقترحات والحلول المبنى وتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين المتفقين لإيجاد أفضل السلوك التي نشكلها في عملية تحسين الديون الضريبية وذلك في السياق يستحضر عنصر الموازنة بين المصلحة العامة المتمثلة في فعالية الاستقراص والمصلحة الخاصة بهم الاحترام الضمانات المخولة للملزم بوجوب القانون. ومن جهتنا نرى أن تنمية الموارد الجماعية يقوم من جهة أولى على ضرورة تسليح الوعاء الضريبي ليشمل الفئة الخاضعة من السنة بما يضمن المساواة والعدالة الضريبية وهو ما يتطلب من وسيلة التنسيق والتعاون بين مختلف التدخين. كما يحتاج إمكانيات مادية وبشرية ولوجستية. ومن جهة أخرى يتعين تبديل عملية استخلاص ديون الضريبية من خلال تأسيس الملزمين بضرورة المساهمة في تمويل التنمية المحلية والنفقات العمومية وتشجيعهم على أداء الضرائب والرسوم المفروضة عليهم بمختلف الوسائل وكذلك من خلال تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالتحصيل الجبري وتقديم كل مساعدات الكبار والمحاسبين على من اجل تحقيق هذه الغايه. بالنسبه للمساهمات المديريه للقانون الضرائب ستتم عبر محورين. المحور الاول سنقوم بتقديم مقتضيات القانون 47/06 الخاص بالجبايه المحليه والمتعلقه بالنسبه للضرائب المدبره من طرف المديريه العامه للضرائب. ولا الا وهي رصد مهني، رصد الزكاة، رصد الخدمات الجمعية. فيما سنتطور في المحور الثاني سبل تنمية الموارد الجمائية المحلية من بعد تنسيق مع باقي المتدخلين في هذه العملية. وسيقوم بتقديم السيد مصطفى عمار رئيس المصلحة الإقليمية الثانية للوعاء الضريبي للناس. شكرا لكم. وطريقة القدس سيدي مشكور.